نتمنى لكم أسعد الأوقات. نرجو من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا، ويتوفي لكم كل جديد. أسعد الله أوقاتكم كل خير. ثلاثين معلومة عن برج الثور. واحد، الثور لديه إيمان كبير بنفسه وهو يقدر ذاته أشد تقدير. اثنين، كلام الثور لا يحتاج إلى ضمانات. ثلاثة، ينجح الثور في أي عمل ويصنع منه ثروة. أربعة، لا يسمح الثور لنفسه بأن يشعر ما لم يحلل ويفكر أولا. خمسة، يتميز بوفاء كبير لمن يفهمونه ويعرفون داخله. ستة، قد يكون الثور مهملا جدا بشأن مستقبله على المدى البعيد مع أنه دقيق جدا. سبعة، لا يؤمن الثور بوجود شخص تنطبق عليه المعايير التي يبحث عنها. تمانية، الثور يحقد بشدة على من يراه غير مهم. تسعة، الثور يمكن أن يكون متحدثا بارعا حول أمور لا يعرفها فينقذ نفسه. عشرة، الثور يمتلك قلبا يرعى كل الناس ولكن لا يعرف كيف يعبر عنه. احداشر، الثور مستعد لالتقاط اي فرصة تمر امامه. اتناشر، الثور هو الاول في ميدان الاثارة والاغواء والباقي تقليد. 13، الثور لديه طرائفه الخاصة في معرفة الوقائع قبل حدوثها. 14، الثور يحقد على من يحكمون عليه قبل أن يعرفوه جيدا. 15، ستخسر الثور من خطأ واحد أو خيانة واحدة. 16، الثور يحترم كل الناس خاصة خصومه. 17، الثور يداري سعادة الآخرين عبر إخفاء تعاسته. 18، الثور يعطي وقتا كبيرا للحب وقتا منظما. 19، الثور لا يحرم نفسه من النوم طوال النهار إذا شعر أنه متعب. 20، الثور لا يتخبط في بؤسه لفترة طويلة جدا. 21، الثور لا يرد فورا لأنه يخشى ألا يكون ردا مناسبا. 22، الثور لا يعطي أحدا مكانه في قلبه بعد أن كانت له وخرج منها. 23، الثور يراقب الآخرين في صمت ولكن يبدو باردا. 24، الثور يتأمل في كل كلمة تقولها فيبدو وكأنه لا يسمعك جيدا خاصة إذا كنت سريع الكلام. 25، الثور لا يتقبل المزاح. 26، الثور وراء حقه حتى يحصل عليه أو أزيد منه. 27، الثور يتجاهل الآخرين حتى يعودوا إلى وضعهم الطبيعي. 28، عندما يريد أن يقلب الجو إلى ضحك ينقلب إلى ضحك لوقت طويل. 29، الثور
لا يبقى مع أحد لكنه يبقى ذلك الأحد معه. 30. الثور لا يسامح ولكن يقول أنه سامحك ليرتاح منك. شكرا للمشاهدة. تنويه هام: الأبراج مجرد تسالي ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابداء رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.